الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقفنا بك عزيزي الطالب على أن الأساس الذي يقوم عليه الفكر المادي هو الفيزيقا، الميتافيزيقا ينكرونها، اليوم الآخر ينكرونه، ومن هنا قامت الأسس الفلسفية على المادة دون سواها، وقلنا إنها تعنى بالمادة. وما دامت هذه الأفكار وقد أوقفتك عليها تحتاج إلى مناقشة، فإن هذا الدرس من تلك الوحدة أتى بهذه المعاني، وعسانا أن نوفق في ذلك. هذا هو الدرس المتعلق بنقد تلك المذاهب الفلسفية أو الأسس التي تقوم عليها الفلسفة المادية. أما عن أسس الفكر المادي التي سنناقشها في هذا الدرس، فالحق أننا سنحاول هدمها، وما دامت تقوم على الفكر المادي فإننا أيضا سنعمد إلى نقدها بالدليل العقلي الدامغ دون أن نعتمد على نصوص من الوحي، لأنهم بالطبيعة ينكرونها. أما عن هذه العناصر الثلاثة لهذا الدرس، فإننا أولا سنقف على الأساس الأول وننقده، وهو لا موجود سوى المادة. الأساس الثاني أزلية المادة. الأساس الثالث يقولون كل ما في الكون وجد بالصدفة. نناقش هذه المسائل الثلاثة في الشرائح التالية. أما عن الأساس الأول لا موجود سوى المادة، إن هذا الأساس أولا عزيزي الطالب هو أصل الإلحاد في العالم، لكننا نستطيع هدمه رغم قوته بمناقشة الماديين وتوجيه أسئلة لهم. نقول لهم: هل استقرأتم كل ما في الكون فلم تجدوا فيه سوى المادة؟ هم يقولون إن لا موجود في الكون سوى المادة. نقول: هل استقرأتم كل ما في الكون حتى تعتقدوا أنه لا موجود سواها؟ هنا لا يمكن لعاقل أن يجيب بنعم، لأن الكون مشحون بأشياء كثيرة هي في واقع الأمر مرئية غير مرئية لكنها موجودة، ويكتشفها الإنسان بين الفينة والفينة. أيضا نقول لهم: ما هي المادة التي تدعون أنه لا موجود سواها؟ إن قالوا إن المادة التي ندعي أنه لا موجود سواها إنما يدرك بالحواس، قلنا: يلزمكم على ذلك أن تنكروا أشياء موجودة رغم عدم رؤيتنا لها كالروح. هم إن قالوا إن المادة لابد أن تكون موجودة باليد وتمسها اليد وتراها العين، وهذه لا نحكم بوجود ما لم تره العين، نقول: أخطأتم، لأن المادة التي تدعون أنها لا موجودة سواها توجد أشياء كثيرة من المواد في الكون لا تمسها الأيدي ولا تراها العين، ومع ذلك هي موجودة. الروح مثلا وهي داخل الجسم البشري الذي يخاطبنا ونخاطبه، هل أيها الماديون تستطيعون أن تمسكوا بالروح في بأيديكم أو تشاهدونها بعيونكم؟ يقولون: بالطبع لا. إذن إن عدم رؤيتنا الأشياء لا يلغي وجودها. والجاذبية كذلك، وهذا ما لم يقل به أحد، الجاذبية موجودة لكننا لا نراها، فهل ينكرونها؟ أيضا من التساؤلات التي نوجهها وتقف بنا عزيزي الباحث وعزيزي الطالب على نقاشنا لهذا الأساس، نلزمهم بقاعدة فكرية تعترف بها أرباب العقول الواعية، نقول: إن عدم رؤيتنا الأشياء لا يلغي وجودها. أخيرا، إن العلم الحديث يحرج الماديين أنفسهم، حيث يعترف بالذرات وجزئياتها، وهذه غير محسوسة ولا كتلة ولا جرم لبعضها، ومن هنا يعترف العلم بأنها موجودة رغم أنه لا يراها. أما عن الأساس الثاني الذي يعترف به الماديون، وهم يقولون إن المادة أزلية، أي أنها لم تخلق ولا تفنى وغير قابلة للفناء. هذا كلام لو جاء العلم وأكده فإن لنا أن نصدق لهم ولنا أن نسلم بفكرهم، لكن للأسف الشديد العلم الحديث نفسه ينكر أن المادة أزلية. إن من أطرف ما يقرره العلم الحديث هو أن المادة حادثة وأنها مخلوقة، وبذلك يتخلى العلم عن نصرة أرباب العلم المادي الملحدين ودعاة الإلحاد في الغرب. أيضا يستدل الماديون على أزلية المادة بثبات الكواكب والنجوم،
حيث يزعمون أنها لا تذبل ولا تنقص، وهنا يمكننا هدم أساسهم، فنقول إن لا نسلم بعدم نقصان الشمس، لأن ذلك يحتاج إلى دليل يقيني. هل الشمس لا تنقص؟ وما الدليل على ذلك؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن الشمس لا تنقص؟ نعم، إن الأدلة قائمة على أن هذا الادعاء كاذب، لا دليل يستطيع الماديون أن يمسكوا به وهم يزعمون أن الشمس لا تنقص. لا، إن الشمس تنقص وإن كنا لا نرى نقصانها. أيضا لا يدل الذبول على فساد، على الفساد مطلقا، فقد يفسد الشيء بغتة وهو على كمال حاله. أنت ربما ترى الشيء أمامك قويا سريعا ما ينهار، أليس الأمر كذلك؟ إذا كنا نرى ذلك أمام أعيننا في أشياء تنهار سريعا، فإن ذلك لا يبعد أن يكون في الشمس أو ما سواها من أمور المادية القوية. كذلك لو سلمنا جدلا بأنه لا فساد إلا بالذبول والنقص، فمن أين لكم أن الشمس لا تنقص؟ هاتوا لنا دليل. فقد تكون تنقص بما يوازي الجبال، ولكن حس الإنسان لا يدرك نقصانها. فالياقوتة والذهب تنقصان في 100 سنة قدرا ما دون أن يشعر الإنسان أو أن يدرك ذلك بحواسه، والشمس إذن تنقص دون إدراك الإنسان بحواسه. وما دامت الشمس تنقص دون إدراك الإنسان بحواسه فليست أزلية ولا تذبل أو لا تفنى كما تدعون. هذا هو الأساس الثاني الذي استطعنا نقده بعون الله تبارك وتعالى. أما عن الأساس الثالث وهو قولهم كل ما في الكون مخلوق بمحض الصدفة، نقول لهم ما المقصود بالصدفة إذن؟ هل لديكم تفسير يسلم به العقل على قدرة الصدفة على الخلق؟ هل الصدفة عاقلة؟ هل الصدفة ذكية؟ هل الصدفة سميعة بصيرة مدركة للأشياء ذات استشعار بما حولها؟ هل الصدفة مقياس دقيق ومعيار قوي نستطيع أن ننسب إليه الأشياء؟ كل تلك أسئلة، كل تلك الأسئلة يحتاج الماديون إلى الإجابة عنها، ولكنهم يعجزون بالطبع. إذا كانت الصدفة كذلك وتملك القدرة على الإيجاد والإعدام فأفيدونا. إن هذا الأساس يقوم على اعتقاد الماديين بأن المادة مركبة من ذرات وقد أبطلناها فيما مضى. وأيضا يهدمنا الأساس، يعني يسعفنا الأساس الثاني الزاعم بأزلية المادة وقد أبطلناه، يسعفنا هنا بإبطال ادعائهم بأن الصدفة قوية أو قادرة على أن توجد الأشياء. إن أزلية المادة يثبت العكس وهو حدوثها وفناؤها، وحينئذ يبطل كونها هي الموجدة للموجدات. وهنا نتساءل، إن كنتم تزعمون أن الصدفة وحدها هي القادرة على إيجاد الأشياء، نسألكم سؤالا بسيطا، أيعقل أن تتكون مقالة منسقة أو قصيدة منمقة من أحرف وكلمات ألقيناها في فضاء واسع وقطعناها إربا وأذقنا الرابط بينها في وريقات في كشكول في كتيب، فوزعناها وقطعناها ومزقناها ودريناها في الهواء، أيعقل أن تقوم الصدفة بتجميعها وإعادتها من جديد كعهدها الأول؟ الجواب كلا بالطبع. إذن لا يستطيع، إن صح هذا عند العقلاء، أن يقولوا إن البشرة، وإذا يستطيع أن نقول إن البشرة والزرافة والفيلة وسائر الحيوانات بل المخلوقات تكونت من مجرد ذرات كانت هائمة في الفضاء، وهذا لم يقل به أحد. وبذلك نستطيع أن نؤكد على هدمنا للأساس الثالث وهو القول بمحض الصدفة أنها الخالق لا سواها، فبطل زعمهم. إن الإتقان والتوازن المدهش في الكون والتقدير المحكم للأحجام والأوزان وحركات الكواكب وقانون المسافات وقوانين الحياة يدحض تماما أساسهم القائل بالصدفة. يقول ربنا تبارك وتعالى في آية عظيمة تؤكد على قدرته سبحانه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. انظر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن لا مقام للصدفة هنا. لقد أبطل بعض الماديين أنفسهم قانون الصدفة المزعوم كالبروفيسور إيدون كونيكلين، حيث قال إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاق أي صدفة شبيهة في مغزاه بأن يتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعه، وتصديق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الله تبارك وتعالى بهذه الآية يؤكد على أن ادعاءاتهم كاذبة، ومن هنا يسقط قولهم بأن الكون مخلوق بمحض الصدفة.